أهلا بكم في دراسة الجديدة. في هالدراسة تتعلمون حرف ألماني، أكيد سهل عليكم لأنه تعرفوه من اللغة العربية. الحرف ي مثل بالعربي ال ي، ومعناتها هالمقاطع كمان تقدرون تلفظون بلا صعوبة. ي يا او ي ايا. وهالكلمات التالية أكيد كمان سهل عليكم. يا يوني يوت. الي تنكتب يوت، بس في مرات قليلة الي تنكتب في البداية بالإبسلون، بس بالأغلبية بالكلمات من غير لغة مثل الياك من لغة التبت، أو يوغي من الهندي، أو يورك مثل في نيويورك من اللغة الإنجليزية. ما في كتير صعوبة ولا؟ مع السلامة وإلى مرة الجاي.